ازيكم حبايبي طلاب تالتة اعدادي؟ ان شاء الله النهارده هتكلمك على اهم تعبيرات موجوده في المنهج وحروف جر ومتلازمات لفظيه. طيب الورقتين اللي انا عاملهم لك دول هما ورقتين هتلاقيهم موجودين عندك في اول تعليق وفي صندوق الوصف، هتبدا تحملهم وتبدا تذاكر معايا. الجزء ده عباره عن ايه؟ انت عندك سواء في كتاب جيم او كتاب المعاصر او بيت باي بيت جزء كبير جدا اسمه المتلازمات اللفظيه او التعبيرات او حروف الجر، اللي هو شباب كلمتين بيركبوا على بعض كده، وانا عارف الكلمتين دول مضايقينك شويه. ليه بقى؟ سهل عليك انك تحفظ معنى الكلمه، لكن التركيب او التعبير ده هو بيتكرر كتير. طيب ده موجود عندك في الكتب الخارجيه، ولكن كل يونت مثلا يقول لك في يونت 1 اون ذا ليفت اون ذا رايت، يجي بعد كده يدي لك حاجه تانية في الوحده الثالثه. هنا بقى في الورقتين دول هتلاقيني لمم لك التعبيرات دي كلها مع بعضها، دي اهم تعبيرات موجوده في المنهج. يعني ان شاء الله تحمل الورقتين دول وتذاكرهم كويس جدا وتسمعهم مني، هتبص ان شاء الله تلاقي جاي منهم في امتحان اخر السنه. نبدا مع بعض. عندي اول كلمه، كلمه اون. اون يا شباب بتيجي معاها كلمات كتير، يعني مثلا اي يوم من ايام الاسبوع زي ما احنا عارفين بيجي قبل منه حرف الجر اون، فاقول لك اون فرايداي او اون فرايداي افترنون. خلاص. طيب عندي هنا اون ذا ليفت يعني على اليسار، ودي يا شباب اون ذا رايت، يبقى الاثنين زي بعض، اون ذا ليفت واون ذا رايت، على اليسار وعلى اليمين. طيب عندي مصطلح مهم جدا بيجي كتير جدا في الامتحانات، وهو اون ذا كورنر، اللي هو في الركن او في الناصيه او على النص، يعني اسمها اون ذا كورنر. كمل معايا كده. عندي بعد كده دو. دو برضو مهمه جدا وبتلخبط ناس كتير وبتيجي في الامتحانات كتير جدا. دو بقى بيجي معاها ايه؟ ذا سيم سينكس. يبقى انا هعمل ايه كده يا مستر؟ هحفظ بقى وانا قاعد في البيت كده المربع ده، دو اي كلمه في يكون فيها سينكس يبقى دو. خلاص، اي كلمه سينكس يبقى دو. دو ذا سيم سينكس يعني يقوم بنفس الاشياء. دو ميني سينكس، اتفقنا بقى دي كلها بيجي معاها دو. دو هوم ورك، اي حاجه فيها كلمه ورك برضو بستخدم معاها دو، يؤدي الواجب المنزلي. دو voluntary work، يبقى انت عارف عيلة work وعيلة sing كل دول بيجي معاهم كلمة do، اتفقنا؟ طيب كمل معايا كده. مهم جدا كلمة turn. turn بيجي معاها كلمة write، لازم تحفظها على بعضها، يعني بيجيب لي في الاختياري turn نقط ويجيب لي right او left، يبقى انا اختار واحدة منهم. طيب انا ادخل الامتحان وانا حافظها، turn right يتجه يمينا، turn left يتجه يسارا. عندي كلمة give، كلمة مهمة جدا معناها يوفر او يعطي، لها اكتر من معنى، زي ما اقول لك مثلا give work يعني يوفر فرصة عمل، أو give support يعني يقدم الدعم، أو give advice يقدم النصيحة. طيب كمل معايا. أهم حاجة بقى عندي كلمة have، لازم تعرف هي بتيجي مع إيه. have discount يعني به خصم، خلي بالك دي بتيجي في الامتحانات وبتلخبط. have lessons، المواد الدراسية أو الحصص أو الدروس بيجي معاها have. طب عايز أقول عنده فلوس أو لديه نقود، ممكن أقول have money، يبقى أنت بتحفظ التركيب أو المتلازمة دي بتيجي مع دي على طول. طيب كلمة جو، احنا قلنا قبل كده أي رياضة آخرها أي إن جي زي سويمنج، فتقول لي هنا يذهب للسباحة جو سويمنج. طب عايز أقول يذهب للتسوق جو شوبينج، ودي بتيجي في الامتحان كتير، جو نقط يبقى جو شوبينج. طبعا كلمة شوبينج لو إيجي قبلها هنا آ أو ذا فبقول دو، لكن هنا جو شوبينج على بعضها معناها يذهب للتسوق. طيب عندي هنا هوم اللي هي منزل، دي ما بيجيش قبلها تو، يعني أقول جو هوم يذهب للمنزل على طول. طيب كمل معايا. كلمة play، play معناها يلعب، لها معاني كتير. كلمة play a sport يعني يلعب رياضة. طيب play music أو play أي آلة موسيقية معناها يعزف، بتيجي بعدها آلات موسيقية. عندي spend، spend time يقضي وقت، spend money ينفق مال. المصطلحات دي لازم لسانك يتعود عليها، أنت في تالتة إعدادي بيجي لك نقطة في الاختيار يقول لك spend نقط، ويجي بعد كده يجيب لك كلمة time بس في الاختيارات وتلاتة تانيين مختلفين، فأنت تختار هنا كلمة time. نيجي بعد كده get. get بيجي معاها كلمات كتير بقى، get drink يعني يحصل على مشروب، get poster ودي بتيجي في امتحان تالت اعدادي كتير، get poster معناها يحصل على ملصق، get the train دي بمعنى يركب القطار، واهم كلمه عندي في تالت اعدادي get married. يعني ايه بقى get married؟ دي كلمه واحده كده شباب معناها تزوج. خلي بالك الكلمات دي موجوده عندك في الوحدات وانت اصلا بتحفظها، ولكن عندك مشكله لانها كتير جدا، فانا حاولت ان انا المها لك على قد ما اقدر. اسمها get married يتزوج. طيب تعالى بقى نشوف make. اهم حاجه عندي make a complaint، يعني ايه complaint؟ يعني شكوى، فعايز اقول يعمل شكوى او يقدم شكوى، ودي بتيجي في الامتحانات برضو، اسمها make complaint. ممكن تيجي لك في سؤالين، السؤال الاولاني هو ممكن تيجي لي في سؤال اختياري عادي جدا، وممكن تيجي لي في سؤال read and complete اللي هو تكمله النص يقول لك make a نقط، فانت تختار بقى على طول make a complaint يقدم شكوى، انت احفظها. طيب يحدث تغيير اسمها make a difference، طبعا حليناها في امتحانات في امتحانات المحافظات الموجوده في الكتاب المعاصر او كتاب جيم، اسمها make a difference يحدث تغيير. طيب عندي حاجه اسمها make sentence about يكون جمل عن، make suggestion يعني يعمل اقتراح او يقدم اقتراح.
يبقى كده الحاجات اللي بتجمع ميك بحفظها. خلاص يا رجاله، طيب تعالى بقى نشوف بقى بقيه التعبيرات او المتلازمات او حروف الجر اللي موجوده في المنهج بشكل عام. الصفحه اللي فوق دي هي صفحه مهمه تحفظها كلها، دي اهم متلازمات لفظيه. تعالى بقى نشوف التعبيرات او حروف الجر. احنا عارفين كلمه باي بتيجي مع وسائل المواصلات بمعنى بالقطار، بواسطه القطار. عايز اقول بالعربيه اقول باي كار. طب ايه شرطها؟ ان باي بيجي وراها وسيله المواصلات لازقه فيها على طول. ما ينفعش اقول باي ا ترين، ما ينفعش. ا هنا ما تنفعش، دي بناخد اون او ان حاله تانية. لكن الشائع عندي في ثالثه اعدادي باي وسيله المواصلات، باي ترين يعني بالقطار. طيب باي كار بالعربيه. ينظر من اسمها لوك اوت اوف. لوك اوت اوف دي بيجي بعدها دايما كلمه ويندو، ينظر من الشباك او النافذه، اسمها لوك اوت اوف. بتحفظها بقى انت، بتحفظ لوك اوت اوف على بعضها. كام هوم، قلنا كلمه هوم ما بيجيش قبلها تو، كام هوم يعني يذهب للمنزل، قلنا طبعا كام هوم. بعد كده عندي تايبس اوف، دي حروف جر ثابته مع الكلمات دي، انواع من تايبس اوف. طيب بلاي جيمز، يلعب العاب فيديو مثلا، بلاي جيمز يبقى يلعب العاب. ان ذا افترنون، قلنا كل فترات اليوم اللي بيجي قبلها ذا، in the evening, in the morning, in the afternoon بيجي معاها n. كمل معايا. كلمة يكتشف ودي مهمة جدا، اسمها find out، بتساوي كلمة discover. كلمة find out يجد أو يكتشف. walk past، walk past معناها يمشي أمام، اسمها walk past أو يمشي مرا بي، خلاص يمشي بمحاذاة walk past. يوفر المال اسمها save money، save يعني يوفر هنا المال. good at بتيجي معنى جيد فيه، وجود فور دي لها معنى تاني اللي هو مفيد لي، يبقى جود ات جيد في الدراسات مثلا او الانجليزي، اما جود فور جيد فور هيلثي للصحه مثلا. طيب بعد كده ايزي تو يوز، تعريف مهم برضو، سهل للاستخدام، ايزي تو يوز. انا تقريبا جايب لك كل التعبيرات اللي جت في الامتحانات قبل كده، فانت بتحفظها دلوقتي، ايزي تو يوز. From all over the world مثلا، اللي هو من كل انحاء، من كل انحاء العالم، ده مصطلح لبعضه. From all over، يتعلم عن، دي اسمها learn about، مهمة جدا، learn about يتعلم عن. that sounds like يبدو مثل، اسمها that sounds like يعني يبدو مثل. بعد كده عندي agree with يعني يتفق مع، كلمة agree بيجي معها with، يتفق مع. make sure يعني يتأكد، make sure معناها يتأكد. go on a ferry يعني يذهب بالمعدية، يركب المعدية يعني، اسمها go on a ferry. طيب يتسوق اونلاين، اللي هي طبعا احنا قلنا اون هنا شباب جاي وراها وسيلة مواصلات اللي هو المعدية او العبارة، عشان في هنا ارتكل في حرف الاي، خلاص يبقى go on a ferry. يتسوق اونلاين طبعا دي تحفظها، اسمها shop online او shopping online. give information دي بتيجي كتير في الامتحانات، يعطي معلومات اسمها give information. يبحث عن اسمها look for، يبقى انت لازم تبقى عارف كلمة لوك بيجي بعدها فور، بتيجي في سؤال read and complete وفي سؤال اختياري. يبحث عن، tell about يعني يخبر بشأن، ask about يسأل عن برضو. عندي كلمة اسمها look after، يعني ايه look after؟ يعني يعتني بي، يبقى هنا اقول له look after، خلاص. طيب get information يحصل على المعلومات، يبقى give يعني يعطي، و get يعني يحصل على معلومات. have a problem يعني لديه مشكلة، عنده مشكلة. كلمة form اللي هي استمارة، بقول هنا fill in a form، fill in a form يعني يملأ استمارة. مشهور بي اسمها famous for، famous for. يزين بي اسمها decorated with، decorated with. طيب للتوصيل كلمة delivery ممكن يجي قبلها for، عايز اقول لك للتوصيل for delivery. طيب يعيد الاتصال دي اسمها call back، اللي هي معاودة الاتصال مرة أخرى، call back. يعرض مشكلة اسمها show a problem، يعرض مشكلة show a problem. يناقش مشكلة discuss problem، بتيجي معاها يناقش أو يعرض. يتجول كلمة واحدة كده على بعضها اسمها travel around، يعني يتجول في مكان اسمها travel around. طيب كمل معايا الناحية التانية، بيقول هنا go straight on، طبعا مهمة جدا الوحدة الأولى يعني امشي على طول، اسمها go straight on، خلي بالك بقى لازم تحفظها. بيجي بالك في الامتحان go straight نقط، خلاص. go past زيها زي walk past يعني يمر امام او يمشي بمحاذاة. between طبعا قلنا كلمة between معناها بين، لازم يجي بعدها مكانين يعني between station and مثلا shop، المحل بين المحل والمحطة، خلاص كده. interested in طبعا دي معناها مهتم بي، مهمة جدا. offer a deal يعرض صفقة. get back يعود او يرجع. let's خلي بالك كلمة let's معناها هيا بنا، وبيجي بعدها الفعل في المصدر، معناها let's go مثلا، let's play يلا بينا نلعب، يلا بينا ناكل. let's study طبعا يلا نذاكر. بعد كده اسمها the journey takes، اللي هي كلمة take هنا بكلها معاني كتير،
كلمة تيكس هنا جاي أو تيك جاي هنا يا شباب في المضارع البسيط هنا معناها يستغرق، الرحلة تستغرق، يجي بعدها وقت طبعا، يبقى the journey takes. طيب من الحاجات المهمة عندي would like to والمصدر، would like معناها يود أو يحب، بيجي بعدها to والمصدر، يبقى would like to go، خلاص ثابتة كده. في عندي برضو look forward to، طيب دي معناها تطلع إلى، وخلي بالك دي مهمة، دي أول to أنت بتاخدها هنا في تالتة إعدادي، بيجي بعدها الفيرب مضاف له ing معناها برضو يتطلع إلى، اسمها look forward to، بيجي بعدها playing يبقى تطلع إلى اللعب. الفعل يا شباب مضاف له ing ده أصلا بيكون اسم، فأقول لك يتطلع إلى الجري اللي هي look forward to running، يبقى look forward to بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. طيب يعطي إجابة اسمها give an answer. طيب on special offer، special offer يعني عرض مميز بيجي قبل منه on، خلاص كده في عرض مميز. deal of the day اللي هي صفقة اليوم، دي من الحاجات اللي بتيجي لك في الامتحانات. follow، كلمة follow معناها يتبع، بيجي بعدها قاعدة اللي هي follow a rule، انك تتبع قاعدة المدرسة مثلا، قواعد follow a rule. both of them طبعا دي عليك معناها كلاهما، بيجي بعدها دايما them. earn money يكسب مال او يربح مال او يجني مال. طيب what type of، طيب دي معناها ما نوع من، ده طبعا سؤال مهم جدا، ما النوع زي what kind of، هو هو. كلمة discount on يعني صفقة او تخفيض على، deal او discount on. بعد كده turn off معناها يطفئ شيء او يقفله، بتساوي عندي switch off، يبقى كلمة off اللي هي دبل اف بيبقى قبلها switch او turn، عكسها بقى يشغل حاجة او يفتح زرار او يشغل تيار اسمها turn on او switch on، الكلمات دي بتساوي بعضها. طيب look amazing، look amazing يبدو مذهل، look معناها يبدو، بتيجي معناها ايه يبدو. congratulate on وبيجي بعدها verb مضاف له ing فاقول لك يعني مبروك على وكذا، يبقى congratulate بيجي معاها حرف الجر on. بعد كده instruction for تعليمات لي، instruction بيجي معاها حرف الجر for. in a village يعني في قرية. don't forget to مصطلح مهم، لا تنسى اسمها don't forget، don't forget. go shopping، قلنا go shopping يعني يتسوق، go shopping. deliver to يوصل لي، يوصل الطلب ده لفلان مثلا اسمها deliver to. encourage كلمة encourage يعني يشجع، encourage to يشجع على. طيب كمل معايا بقى، دي آخر صفحة. كلمة kindness اللي هي يظهر العطف بيجي معاها show يعني يظهر العطف، show kindness. pay for، pay for يدفع من أجل. clean up، clean up معناها ينظف. look like، look like كلمة واحدة كده معناها يشبه اسمها look like. at meeting اللي هي في اجتماع. get lost يفقد الطريق أو يتوه، كلمة good get lost بتيجي على بعضها في الامتحانات بمعنى يتوه. write a list يكتب قائمة، write a list. طيب part of، part of بتيجي برضو بمعنى جزء أو جزء من، part of. for a holiday لأجل الأجازة ولأجل العطلة. in a keno يعني في زورق أو في قارب. care about معناها اهتم بي أو يعتني بي برضو، care about اهتم بي. snorkel in the sea يعني يغوص في البحر. swim in a pool يسبح في بركة. wait for، wait for دي مهمة جدا، ينتظر ليه، كلمة wait بيجي معها حرف جر for. move to معناها ينتقل إلى أو يعزل إلى اسمها move to. طيب بعد كده try to برضو يحاول أن، بيجي بعدها فعل في المصدر. at a charity for في جمعية خيرية أو مؤسسة خيرية. difficult for كلمة difficult بيجي بعدها حرف جر for، صعب ليه. at the end يعني في النهاية أو في النهاية يعني at the end. كمل معايا كده، يقرر دي اسمها decide to، decide to، decide to يقرر أن. طيب hear about يعني يسمع عن، hear about. work on a project كلمة project بيجمع حرف الجر on، يعمل على مشروع أو يعمل في مشروع. طيب give reasons for، خلي بالك كلمة reasons اللي هي معناها أسباب أو reason for بيجمع ده دائما إيه حرف الجر for، يعطي أسباب لي، خلاص كده. communicate with يتواصل مع، communicate with مهمة جدا، يتواصل مع. طيب visit an orphanage يعني ايه orphanage؟ يعني دار ايتام، يزور دار ايتام، ده طبعا متلازمة كده بتيجي مع بعضها دايما. اهم حاجة بقى win a competition، دي بتيجي لك على طول في تالتة اعدادي. win a competition يعني يفوز بمنافسة او مسابقة، win a competition. طيب play tennis، play handball، play football، play basketball. play معناها يلعب، بيجي وراها اي رياضة فيها كورة، يعني اقول لك مثلا play football فيها كرة قدم. طيب هنا عندي play a musical instrument، قلناها فوق دي يعني يعزف على آلة موسيقية، play معناها يلعب أو يعزف. طيب ride a horse يعني يركب حصان، أو ride a camel يركب جمل، كلمة ride بتيجي مع الحصان والجمل.
sleep in a tent بتيجي في الامتحانات كتير، اللي هي معناها ينام في خيمة. sleep in a tent ينام في خيمة، وده طبعا بيكون في الصحراء أو في الكامبينج اللي هي إيه المعسكر. يتسلق جبل اسمه climb a mountain، البي طبعا سايلنت بقول climb a mountain يعني يتسلق جبل، بتيجي على بعضها دي دايما يا مستر دايما. طيب give opportunity to، opportunity معناها فرصة، give يعطي فرصة لي، بحفظها على بعضها give opportunity to. on time يعني في الوقت المناسب on time. at night خلي بالك دي طبعا موجودة في الوحدة الأولى مع حروف الجر، on time في الوقت المحدد، at time في at night sorry at night معناها في الليل. on business طبعا في عمل. go along the river يعني يمشي بطول، go along معناها يمشي بطول الشارع يمشي بطول النهر. طيب go down the river برضو اسمها ينزل أو يذهب إلى النهر، يعني ينزل في النهر يعني أو يذهب إلى النهر go down the river. worry about يعني قلق حول. بعد كده آخر حاجة اسمها call out، call out بتيجي بمعنى ينادي. طيب اللي أنا عملته لك ده هو كل الموضوع، إن أنا لميت لك أهم متلازمات أو أهم تعبيرات بتيجي مع بعضها. كل عليك بتحمل ورقتين وتبدأ تحفظهم على مهلك، وإن شاء الله في تالتة إعدادي متقلقش بإذن الله كل جزء هيجيلك في الامتحان هلخصه لك في ورقة كده وانزله لك على القناة.